أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أبرز العناوين الصادرة في المواقع والصحف الإخبارية الصادرة لهذا اليوم. من المشاهد نت: ميليشيا الحوثي تعتقل صحفيا لمدة 10 أشهر لأنه أراد السفر إلى عدن. من المصدر أونلاين: مسؤولون يمنيون ممنوعون من العودة إلى بلادهم. ومن الصحافة الفرنسية: الأطفال اليمنيون يموتون بسبب أمراض يمكن الوقاية منها. أهلا بكم، والبداية من قصة صحفي خرج من معتقلات ميليشيا الحوثي ليدخل في عزلته وإعادة النظر في الكثير من جوانب حياته. لقد عانى الصحفي محمد عبد الملك الصلوي الكثير في المعتقل الذي ألقي به بلا سبب أو ألقي فيه بلا سبب لمدة 10 أشهر، ويعنون موقع المشاهد نت: الصحفي الصلوي قرار الرحلة إلى عدن قاده إلى معتقلات الحوثيين، ولكن كيف تم اعتقاله؟ يقول الموقع: بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 اتجه صوب وسائل الإعلام لترهيب الصحفيين من خلال اقتياد بعضهم إلى المعتقلات، الأمر الذي دفع الكثيرين منهم إلى ترك أعمالهم والبقاء في منازلهم، ومنهم الصحفي محمد عبد الملك الصلوي. قرر الصحفي مغادرة صنعاء والاتجاه إلى عدن دون أن يدور بخلده، أن ذلك سيقوده إلى أحد معتقلات الحوثيين المنتشرة في أماكن سيطرتهم. تجاوز الصلوي الكثير من النقاط الأمنية التابعة للحوثيين إلى أن تم اعتقاله في نقطة مديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج، ومن ذلك اليوم بدأت رحلة معاناة الصحفي. يقول: لم تكن هناك أسئلة التحقيق، كانوا يريدون إلباسي تهمة القتال في جبهة الصلو لمجرد أن لقبي يرجع لتلك المنطقة، ولما فشلوا وعرفوا أني صحفي عادوا ليتهموني بالعمل لصالح قناة يمن شباب. يضيف متحدثا عن رحلة المعتقل: مر علي اليوم الأول كسنة، لأربعة أيام لم أستطع النوم بسبب المجانين والكتن والقمل، لم أستطع النوم، شارفت على الجنون، كان علي أن أتحمل وأتأقلم، ماذا أفعل؟ لا حيلة لي. تفاصيل كثيرة وتدخلات أدت إلى الإفراج عن الصحفي الذي أصبح يقيم في تعز بعد انتقاله إليها. أبلغ المشاهد أنه منقطع عن العمل حاليا في استراحة محارب، يأمل أن يستأنف نشاطه الصحفي عما قريب بعدما يتهيأ لذلك نفسيا ويجد الفرصة المناسبة للعمل. مشكلة البعض أنه يرى أنه طالما وأنك لا تواجه الانقلاب من منظوره السياسي فأنت خائن أو معرقل، وهذا غير صحيح، فلكل طريقته. هذا جزء مما كتبه مختار عبد الله في موقع المرصد تحت عنوان: أخطئ وتصيب وتخطئ وأصيب أنا، ويقول فيه: نرى بأن انقلاب الحوثي باطل، وموقفنا واضح من هذا الانقلاب وهو الرفض. هذا يعني بأننا متفقون، لكن الاختلاف فقط هو في طريقة وأسلوب وحدة المواجهة، وفي التكتل خلف القوى التي تدير المواجهة مع الانقلاب. وهنا تكمن المشكلة التي يعتبرها معظمنا وسيلة للتفريق بيننا، لذا يطالبنا بأن نتوحد فيها. ومعنى التوحد هنا أن تكون معي في المكون السياسي الذي يواجه الانقلاب، وإلا فأنت خارج عن الصف وخائن وداعي فتنة وشقاق، وهذا غير صحيح. ما يجب أن نتفق حوله فقط شيئان: الأول، عدم السماح بأن تتحول المعركة ضد الانقلاب لتصبح بيننا، والثاني، ألا تفرض علي أو أفرض عليك مواجهة المشروع الانقلابي من مترسك الذي أنت متمترس فيه، وأترك مترسي الذي أراه صحيحا، بل كن في موقعك ودعني في موقعي. وإن كنا في مواقع مختلفة فلا يعني هذا أننا مختلفون ومشتتون. أكثر من مرة نقول أن هناك فرقا بين الخلاف والاختلاف. الخلاف هو الصراع السلبي وفيه يكمن الدمار، وهو ما يجب أن نرفضه جميعا، بينما الاختلاف هو عكس ذلك، وهو اختلاف الرحمة والذي يوجد التطور ولا ضير فيه. الاختلاف في الرأي يجب ألا يفسد في الود قضية كما يقال. نحن لسنا متبوعين، أي أن الخلاف يبدأ أساسه بما تقره القيادات العليا من تصرفات
تراه هي تصب لمصلحة دعم المعركة الأساسية ضد الانقلاب، أو لخدمة وجود التنظيم السياسي الذي تعمل من خلاله. لذلك فنحن طالما أننا جزء من منظومة الصراع فإننا منزلقون لا محالة إلى حالة التوتر والملاسنات، والتي نأمل ألا تتجاوز هذا الحد، أي أن نتفق جميعنا بألا نسمح للبندقية المقاومة أن تغير اتجاهها من صدر العدو إلى صدور بعضنا البعض. حجزت للعودة إلى عدن لزيارة والدتي المريضة، وأبلغت أنني ممنوع من العودة إلى اليمن وعدن بالذات من قبل التحالف الذي تعهد للعالم ومجلس الأمن والأمم المتحدة بإعادة الشرعية إلى اليمن. بتلك العبارات التي نشرها على الفيسبوك، اختصر وزير الدولة المستقل من الحكومة اليمنية صلاح الصيادي معاناة العشرة من المسؤولين اليمنيين ممن تمنعهم قوات التحالف السعودي الإماراتي من العودة إلى بلادهم، وفقا لموقع المصدر أونلاين والذي عنوان مسؤولون يمنيون ممنوعون من العودة إلى بلادهم. قال الموقع إن رئيس الحكومة اليمنية الجديد معين عبد الملك وبعض وزراء حكومته وصلوا إلى مدينة عدن، ولم يتمكن عدد من الوزراء من العودة ضمن الوفد الحكومي. وسبق أن أعلن الصيادي يوم 20 مارس الماضي استقالته من الحكومة بسبب تعرضه لضغوطات إماراتية على خلفية تصريحاته يومها التي ألمح فيها إلى أن الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي تحت الإقامة الجبرية في الرياض. ودعا حينها أنصار الشرعية إلى الخروج في مظاهرات تطالب بعودة الرئيس هادي إلى عدن، إلا أن الرئيس اليمني لم يقبل تلك الاستقالة. يقول مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه للجزيرة نت أنه توجد قائمة بأكثر من 120 اسما من المسؤولين الحكوميين اليمنيين عممتها القوات الإماراتية على مطاري عدن وسيئون، وكذا المنافذ المؤدية إلى مدينة عدن التي تقع جنوب البلاد. إلى موقع الصحوة نت والذي عنون تقريره الخاص ميليشيا الحوثي تقتات من معاناة المواطنين، اختفاء الغاز المنزلي من محافظة إب. قالت مصادر محلية في محافظة إب للموقع إن جميع محطات البيع والتعبئة في إب أعلنت نفاذ مخزونها من مادة الغاز المنزلي. أضافت المصادر أن التجار الموالين لميليشيا الحوثي يبيعون اسطوانات الغاز للمواطنين بأسعار غير مسبوقة نتيجة الأزمة التي تشهدها المحافظة في مادة الغاز المنزلي. وتابعت المصادر أن الاسطوانة الغاز في السوق السوداء وصلت إلى 10,000 ريال رغم الحصص التي ترسلها الحكومة الشرعية إلى المحافظة وبسعر لا يتجاوز 2,000 ريال. وأعلنت الميليشيا في أوقات سابقة وعبر عدة إعلانات عن تسعيرة مختلفة من وقت لآخر لمادة الغاز المنزلي، غير أن المواطنين لم يلمسوا غير ارتفاع الأسعار والتلاعب بمادة الغاز لصالح تجار الميليشيا والذين عملوا على إنهاء ما يسمى بمعارض الغاز ونشروا سوقا سوداء للغاز المنزلي بمختلف الحارات والشوارع. صادف منذ أيام اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وقد كتب حسن عبد الوارث مقاله حول ذلك ونشر المقال في يمن مونيتور مضيفا: الحق أن عددا من المجتمعات شهد ولا يزال حالات قهر وقمع وتنكير وتضييق ومصادرة لمهنة الصحافة وماهنيها، فقد تنوعت هذه الحالات بين مادية ومعنوية أو جسدية وفكرية، وتعددت مصادرها بين رسمية ومجتمعية أو شخصية وفئوية. وفي وضع السلم مثلما وضع الحرب تتوافر مثل هذه الحالات وتتجسد في صور ودلالات شتى، فهي ماثلة في نصوص تشريعية على هيئة محظورات تحد من حرية الرأي أو تقوض حركة مزاولة المهنة أو الحرمان من أداء الواجب المهني أو النشر، أو على هيئة عقوبات وممارسات عنيفة كالاعتقال والحبس والجلد وحتى القتل، وهي ماثلة كذلك في النظرة الشخصية أو المؤسسية لهذه المهنة وأهلها، والتي غالبا ما تتصف بالاحتقار أو الانتقاص أو التهميش، وهي حالة مرتبطة بثقافة فردية أو جمعية أو بعلاقة شائهة بين المهنة والآخر. وتأتي حالات الضرر بالمهنة ومنتسبيها من خارج الإطار المهني في أغلب الأحيان، يبدو أنه أحيانا يكون الضرر بها وبهم من الداخل المهني. وفي هذا المشهد يذهب الكلام مذاهب شتى، غير أن أي مهنة لم تطهر من الدخلاء عليها ومن منظومة الأخلاق والممارسات الدخيلة عليها أيضا ستظل عرضة للضرب تحت الحزام وبأيد ونيران صديقة. وفي المجتمعات التي تشهد مثل هذه الحالات تتأسس حركات أو تيارات حقوقية
تعمد إلى إعداد قوائم سوداء بأسماء وصفات الشخصيات والمؤسسات والجهات التي يطلق عليها توصيف أعداء الصحافة، وقد تطول هذه القوائم أو تقصر، غير أنها تظل سوداء وتظل مفتوحة قابلة للإضافة أو الحذف أو التعديل، وهي تضم أشخاصاً طبيعيين واعتباريين متعدد المسميات والصفات المهنية والسياسية والجهوية والفكرية، غير أنها ستظل قاصرة جداً إن لم تضم عدداً من المتسبين إلى المهنة نفسها أشخاصاً ومواقع، فالعدو الداخلي أخطر ألف مرة من العدو الخارجي. تناولت صحيفة الغارديان في صفحة الرأي المبادرة الأمريكية للسلام في اليمن، ووصفتها بأنها تغيير مرحب به في خطط ترامب التي وصفتها بالمسيسة. وتقول الصحيفة إن المبادرة الأمريكية التي دعمتها بريطانيا لوقف جميع الأعمال العدائية في اليمن يعقبها محادثات سلام بقيادة الأمم المتحدة هي خطوة مرحب بها، لكنها أيضا تثير العديد من التساؤلات، من بينها لماذا استغرقت إدارة ترامب كل هذا الوقت لإصدار أي رد فعل رغم الخسائر المروعة التي كان يمكن تجنبها خاصة في الجانب اليمني من الحرب. توضح الصحيفة قائلة إن ترامب لم يبدي أي اهتمام من قبل بما يحدث في اليمن، إذ أن الرئيس الأمريكي يعتبرها مجرد ساحة ضمن ساحات أوسع للصراع الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج من جانب، وإيران من جانب آخر. ويبدو أن تسليح إيران للحوثيين كان مبررا كافيا لغض النظر عن ضحايا الحرب من المدنيين. ويبدو أن هدف ترامب الأساسي بحسب الصحيفة هو الحفاظ على العلاقات العسكرية والاستخباراتية والاقتصادية مع السعوديين، وخاصة ولي العهد محمد بن سلمان. وترى الصحيفة أنه ومع زيادة الضغوط على إدارة ترامب من الخارج ومن الكونغرس الأمريكي، يصبح الحل الأمثل هو تحويل الأنظار نحو اليمن بمقترح لا يضمن وقفا كليا لإطلاق النار، إنما مجرد مطالبة بوقف الأعمال العدائية دون استشارة أي قوى دولية وبهدف تحقيق أغراض سياسية، وهو ما يرجح أن مآل المبادرة إلى الفشل. البحث عن نظام عالمي جديد، تحت هذا العنوان كتب نعمان قرطملش مقالة في العربي الجديد مضيفا: في العالم الذي فقد سحره، ما يقع علينا ليس زيادة التوترات والصراعات، بل الصراع من أجل تأسيس نظام نافذ في العالم يستند إلى الحق والعدالة. لماذا نشهد في العالم هذا القدر من اللجوء؟ لماذا يهاجر سكان أفريقيا؟ لماذا يترك سكان آسيا قراهم ومدنهم مضطرين ومجبرين للتوجه إلى الهجرة واللجوء للدول الغربية والدول المتطورة؟ وبشأن هذه المشكلات، المشاكل العالمية والتي في المنطقة، يجب أن نرى الأسباب الأساسية. أولها عدم العدالة في المقياس العالمي في توزيع الدخل، فنحن نعيش الآن في عالم فيه أقل حتى من 1% تسيطر على 44% من ثروات العالم، وفي مقابل هذا لا يملك 70% من سكان العالم سوى 3% من ثروات العالم. هذا العالم وهذه العدالة الغائبة والتفريق لم يشهدها تاريخ الإنسانية. وإذا كنا نريد تطوير أفكار من أجل أن يعيش الناس في سلام، علينا التوقف عند المسائل الأساسية الثلاثة التالية والتعمق في بحثها: كيف يمكن تحقيق العدالة في توزيع الدخل في العالم؟ كيف يمكن التغلب على غياب الديمقراطية؟ وكيف يمكن أن نحول دون الصراعة الداخلية؟ بصفتنا أبناء لهذه الجغرافية، كيف يمكن إغلاق الأبواب ضد التدخلات الخارجية والاحتلالات؟ في هذا العالم، وخصوصا في منطقتنا، في مرحلة إعادة البناء، نحن مضطرون لإيجاد الحلول الخاصة بشعوب المنطقة، انطلاقا من التجربة التركية وأخذ الإلهام من تركيا. وعلى النقيض من هذا، يمر التاريخ والتطورات تتلاشى، ونحن نبقى ننظر إليهما كمن يراقب انسياب الماء، ونتيجة ذلك للأسف سيكون أبناؤنا وحتى أحفادنا محكومين بغياب العدالة في العالم، وسيدفع المجتمع ثمن ذلك غاليا.
تتحدث صحيفة لوموند عن وصف منظمة اليونيسف لليمن بالجحيم الحي، وقالت في تقرير ترجم لقناة بلقيس أنه على المستوى الإنساني حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف جميع أطراف الصراع على وقف الأعمال العدائية، وصفة البلد الذي تمزقه الحرب بالجحيم على الأرض للأطفال الذين تضربهم المجاعة. وحثت الأمم المتحدة المتحاربين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات في غضون شهر بعد محاولة غير ناجحة في سبتمبر لإجراء محادثات سلام في جنيف. وقال مدير اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كافالاري في مؤتمر صحفي في عمان: اليوم يعتبر اليمن جحيما على الأرض ليس فقط لخمسين أو ستين بالمئة من الأطفال، بل إنه جحيم على الأرض لكل صبي وفتاة في اليمن. وأضاف أن الأرقام في الحقيقة لا تقول الكثير ولكنها مهمة، لأنها تدعونا لمعرفة مدى سوء الوضع، حيث يعاني 1,800,000 طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد. وقال أيضا: كل 10 دقائق يموت طفل بسبب أمراض يمكن الوقاية منها. أبعد من التطبيع، تحت هذا العنوان كتب حيان جابر مقاله في العربي الجديد مضيفا: تعيش منطقتنا تناقضا قد يراه بعضهم غريبا بين توالي الأخبار عن نجاحات حركة مقاطعة إسرائيل من ناحية، وتدفق مظاهر التطبيع العربي من ناحية أخرى، والذي يتراوح بين تسريبات إعلامية عن اتفاقات أو توافقات وأشكال التطبيع السياسي والرياضي والثقافي والاقتصادي العلنية. يعود فرض النظام العربي إسرائيل علينا أمرا واقعا إلى المشاركة الواسعة في مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط عام 1991، والذي حول الموضوع الفلسطيني من قضية شعب مشرد وأرض محتلة إلى قضية تنازع على حدود الدولة وصلاحياتها وبعض الضمانات المتبادلة، وأصبحت إسرائيل دولة ذات حدود مجهولة وغير محددة. إذن نحن أمام مشهد عربي منسجم بشكل كامل مع المشهد الدولي، الذي لا يجد غضاضة في اعترافه بدولة الاحتلال والقبول بمشاركتها الرسمية في المحافل الدولية السياسية والرياضية والفنية، إلى درجة أن مؤسسات المجتمع الدولي باتت ترفض قبول طلبات استضافة أي من الأحداث العالمية رياضية فنية أم سياسية إن لم ترفق بتعهد رسمي يقر بحق جميع الدول وفي مقدمتها الاحتلال في المشاركة على قدم المساواة مع أي دولة أخرى. وعليه يمكن القول أن هناك خيارين لا ثالث لهما: الأول قبول إسرائيل أمرا واقعا لا يمكن تغييره، وبأنها المتحكم الأول في المنطقة وتملك اليد العليا على كل محيطها العربي المشردم، وبالتالي نحن مقبلون على مرحلة سوف تشهد مزيدا من الخطوات التطبيعية تحت حجج وذرائع وأسباب مختلفة ومن دون أي تقدم يذكر على مستوى الحقوق العربية والفلسطينية المستلبة. ويقوم الثاني على ضرورة العمل من أجل تغيير المستقبل عبر هدم الأسس والقواعد السياسية والثقافية والدولية التي حولت عصابات إجرامية وعنصرية إلى كيان معترف به في جميع المحافل الدولية. هل تساءلت يوما كيف سيكون شكل البشر بعد 1,000,000 عام؟ موقع شبكة البي بي سي رد على هذا التساؤل وقال أنه بداية لم يكن الإنسان العاقل المعروف علميا باسم هومو سابيان قد ظهر قبل 1,000,000 عام، بل كانت هناك على الأرجح بضعة أنواع بشرية مختلفة، منها ما يعرف بإنسان هايدلبرغ الذي جمعته قواسم مشتركة بكل من الإنسان المستقيم والإنسان الحديث، وإن كان أكثر بدائية من إنسان نياندرتال اللاحق. وفي حقب لاحقة، أي قبل 10,000 عام، طرأت تغيرات ضخمة تعين على البشر التكيف معها، فقد أدى انتشار الزراعة وتوافر الغذاء إلى مشكلات صحية أعاننا العلم على حلها كعلاج داء السكري باستخدام الأنسولين. يقول توماس مايلاند الأستاذ المتخصص في تحليل البيانات الحيوية بجامعة أرهوس في الدنمارك أنه مستقبلا سيتم إجراء بعض التعديلات الجينية بين مجموعة، وفي هذا الإطار قد يختار الناس ملامح أولادهم فيتشكل الأبناء بحسب رغبات والديهم. جيسون أي المحاضر بمجال التحديات المتعلقة بالأنظمة البيئية يقول أن تختلف معدلات الإنجاب بين مجموعة سكانية وأخرى، فسكان في أفريقيا مثلا يتزايدون بسرعة وبالتالي تنتشر جيناتهم أكثر على مستوى العالم، بينما أصحاب البشرة الفاتحة يزدادون
أو يتزايدون بمعدلات أقل، ومن ثم يتكهن أن تزداد بشرة العالم اسمرارا. لكن ماذا عن الفضاء؟ هل سينتهي الحال البشري لاستعمار المريخ؟ يجيب جيسون أنه مع وجود جاذبية أقل على سطح المريخ قد يتغير شكل العضلات بالجسم البشري، وربما تطول أذرعنا وسيقاننا. التنوع الجيني بين البشر يزداد بكل تأكيد، يضيف أنه عالميا تطرأ تقريبا طفرتان جديدتان لكل واحد من 3 مليار و500 مليون زوج قاعدي في الجينيوم البشري كل عام، وهو أمر مذهل يجعل من المستبعد أن نظل على نفس الصورة بعد مليون سنة. مجموعة من الصور التي نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية نعرضها في جولتنا المصورة، وهي تنشر السحر المصاحب للجمال، جمال المنظر وجمال الألوان الجذابة التي تضيف ألقا للصور الملتقطة. نتابع. منذ أن ذهب الرسامون للتعبير عن آرائهم عبر الكاريكاتير، استطاعوا أن يطوروا هذا الفن ويجعلونه وسيلة قوية لقول أشياء كثيرة في أقل مساحة ممكنة. مجموعة من هذه الرسوم نتابعها في جولتنا التالية. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.